أهلا بكم من جديد. تتناقل مواقع عديدة أنباء عن اشتباكات عنيفة بين أبناء مدينة الرقة السورية ومسلحي داعش في المدينة، تزامنا مع انشقاق كبير في صفوف التنظيم. وبحسب مصدر محلي من مدينة الرقة المعقلي الرئيس لداعش في سوريا، قام نحو 200 فرد بانشقاق عن التنظيم خلال اليومين الماضيين. ناشطون عزوا الانشقاقات داخل التنظيم إلى خلافات في صفوفه أدت إلى اشتباكات مسلحة وقتل العشرات. وأكد مصدر لم يذكر اسمه من الرقة أن القيادي في داعش أبو علي التونسي قتل مع عدد من مراقبيه جراء هذه الاشتباكات. وأفادت مصادر أخرى بوقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وعدد من أبناء الرقة داخل المدينة، مشيرة إلى سقوط قتلى من التنظيم، ما دفعه لتكثيف الحواجز أمام مرآب البلدية ودوار الدلة وفندق التاج. كما أفادت مصادر أهلية بإعلان داعش النفير وتوافد مسلحيه من الريف إلى المدينة. وبحسب المصادر دارت الاشتباكات في منطقة أرميلة والدرعية وجسر الرق. معي من بون ألمانية سي جاسم محمد، الخبير في الجماعات المتشددة ورئيس المركز الأوروبي العربي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. اليوم عندما نتحدث عن انشقاق 200 تقريبا من داعش في خلال اليومين الماضيين، ماذا يعني هذا إن كان من لنبدأ بأسبابه وبعدها طبعا للتداعيات؟ الأسباب بسبب الضغوطات التي يشهد لها هذا التنظيم، خاصة الضغوطات الميدانية. هنالك ضغوطات خاصة في العراق، هنالك حملة عسكرية شنت في غرب العراق في مدينة الأنبار، وكذلك الآن هنالك استعدادات في محافظة أو لاستعادة مدينة الموصل، وهنالك ضربات نوعية من قبل التحالف الدولي لأهداف داخل مدينة الموصل وكذلك أطراف مدينة الموصل خاصة القيادة. فإذا التنظيم يشهد ضغوطات عسكرية وكذلك ميدانية على الأرض. أما التداعيات فبالتأكيد أنه يعني هذه يعني كانت أو أسباب واحدة من التداعيات هذه الضغوطات، تحدث انشقاقات داخل هذا التنظيم، وكذلك ممكن أن يحدث هروب لمقاتلي هذا التنظيم. يذكر بأن الحقائق والتقارير ذكرت من داخل تنظيم داعش كان هنالك انشقاقات ومواجهات، خاصة ما بين المقاتلين الأجانب والمقاتلين المحليين. يذكر بأن هنالك كان أعداد من الأجانب، خاصة من حاملي الجنسية الهولندية، دخلوا في مواجهات الأسبوع الماضي. نعم. في ضد هذا التنظيم، وهذا يعتبر تغيير جديد وخطوة جديدة داخل هذا التنظيم، انشقاقات أكثر حدة. نعم. طيب، في ما يحكى اليوم عن انتفاضة الرقة وهذه الانشقاقات، كيف ستؤثر في موضوع التنظيم وفي الأفراد الباقين في التنظيم؟ يعني إلى أي درجة هذا أيضا يعني يؤرق الباقين اليوم في التنظيم عندما نتحدث عن مئات من الانشقاقات؟ يعني بسبب ممارسات هذا التنظيم وكذلك تراجع هذا التنظيم، وربما هنالك تراخي ايضا في قبضه هذا التنظيم في الداخل، وهذا يعني بان سكان خاصه المدن التي تقع تحت سيطره داعش بدات تكتشف ضعف هذا التنظيم، الثغرات داخل هذا التنظيم، إضافة إلى الممارسات الخاطئة، وهذا بالتأكيد هذا ينعكس على عدم ثقة التنظيم أو عدم ثقة المقاتلين ما بينهم داخل هذا التنظيم، وزعزعت قدراتهم، وهذا يعني بأن التنظيم فقد سيطرته، يعني عكس ما جاء به في مطلع يونيو من عام 2014 في الموصل وكذلك في الرقة، الذي كان يحاول أن يطرح نفسه هو قريب إلى الحوكمة والإدارة الحديثة. نعم. طيب سيد جاسم، إذا ما قارنا بجماعات إرهابية أخرى وتواريخ أخرى سابقة، متى يحدث هذا؟ ماذا يعني هذا بمصير التنظيم، بمصير داعش عندما نتحدث عن هكذا تحولات؟
يعني تنظيم يعني طالبان او حركه طالبان شهدت انشقاقات، وعندما ظهرت هذه الانشقاقات انه لاحظ انه ضعف هذا التنظيم او ضعفت هذه الحركه، ولذلك هذه الانشقاقات بالتاكيد سوف تكون نتائج او تداعياتها سلبيه على التنظيم، اضافه الى ذلك انه تنظيم القاعده ايضا عندما شهد ضغوطات خاصه نعم في وزيرستان وكذلك في اليمن ضعف هذا التنظيم بعد تصفيه رؤوس هذا التنظيم او قياداته. نعم. أنا أشكرك جزيلا دائما على المشاركة معنا سيد جاسم محمد، الخبير في الجماعات المتشددة، رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.